ستظل إسرائيل العدو الرئيسي والأول لمصر إلى تنتهي حل المشكلة الفلسطينية. حفيدي الجديد طلع فين؟ بتاع العاصمة الإدارية؟ الجامعة في العاصمة الإدارية؟ ما انت جبتيها هنا، فانت ما خلاص مش هدفع بقى ولا عملة صعبة ولا وديهم، انت فاهمة؟ فعشان كده لا، الأمور ماشية كويس، ماشيين كويس قوي، رئيس عائل مش عايز مشاكل مع الدول الخارجية، بنبني مصر. بيفكرني بس مش كده، انت فاكرة ستالين أول ما جاء واستلم روسيا وقع عمل الحزام الحديدي، فاكرة؟ بس بقى كان قفل كل حاجة. لا، احنا بنحتوي، بنطور بلدنا، بنبني كل يوم حاجة جديدة. انت كل يوم بتلاقي الرئيس بيفتتح مشروع البلازما، مشروع الدواء الموحد، مشروع البتاع ده الحياة كريمة لا انا عشان كنت محافظ وشايف دي احسن حاجة اتعملت في الدنيا. ناس لا كانوا قاعدين في بيت مية بتنزل عليهم، ما فيش مية. والله انا مرة وانا في محافظ في الأقصر واد شدني قال لي تعال شوف المية عندنا، لانه كان بيشتكي من الفشل فتحت الحنفية ناس لمية بني. النهارده بنعمل حاجات كتيره جدا، انما هتاخد وقت. عندك 7 سنين، الكلام ال7 سنين ده والله ولا 20 30 سنه كانوا يتعملوا حقيقي.